بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل اليوم إلى الدرس الثاني من دروس الفيزياء للصف الحادي عشر متقدم. درسنا اليوم نتحدث فيه عن الزخم أو كمية الحركة وحفظه. نبدأ أولا بتعريف للزخم. الزخم لجسم ما يساوي حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته، يعني يمكن أن نعبر عنه رياضيا B يساوي MV، حيث الـ P عبارة عن كمية الحركة أو الزخم، M كتلة الجسم، و V هي السرعة. وحدة القياس، الكتلة تقاس بالكيلوغرام، والسرعة تقاس بوحدة متر لكل ثانية، تصبح الوحدة عندنا كيلوغرام ضرب متر لكل ثانية. نظرية الدفع والزخم. الدفع على جسم ما يساوي حاصل طرح الزخم النهائي والزخم الابتدائي، أو ممكن بعبارة أخرى أن الدفع يساوي التغير في الزخم أو التغير في كمية الحركة. طيب، ما هو الدفع؟ الدفع عبارة عن حاصل ضرب القوة F في الفترة الزمنية دلتا تي، أو بصورة أخرى الدفع حاصل ضرب القوة في زمن تأثير هذه القوة، حيث T تمثل هنا الزمن و F يمثل القوة. وأيضا ممكن نرجع لأن الدفع يساوي التغير في كمية الحركة، يعني هنالك علاقتين، هنالك علاقة بين الدفع والقوة، أن الدفع يساوي القوة ضرب الزمن، والمعادلة الثانية أن الدفع يساوي التغير في كمية الحركة. التغير في كمية الحركة I عبارة عن الدفع يساوي MVF ناقصا MVI، وممكن كتابتها بصورة مختصرة M عامل مشترك VF ناقصا VI. تصادم جسمين. في حالة تصادم جسمين، مجموع الزخم للجسمين قبل التصادم يساوي مجموع زخم الجسمين بعد التصادم. ممكن نعبر عنها رياضيا بهذه المعادلة. الزخم للجسم الأول قبل التصادم كتلة الجسم في سرعته M1 V1I، هذه السرعة الابتدائية أو السرعة قبل التصادم للجسم الأول، زائدا الزخم للجسم الثاني قبل التصادم M2 V2I يساوي M1 V1F. F هنا السرعة النهائية أو السرعة بعد التصادم للجسم الأول، وهنا السرعة للجسم الثاني بعد التصادم. إذا نقول M1 V1I زائدا M2 V2I تساوي M1 V1F زائدا M2 V2F. زي ما ذكرنا M1 و M2 تمثل كتلة الجسمين، الجسم الأول والجسم الثاني، و VI هذه الآي إشارة لأن السرعة هذه عبارة عن سرعة ابتدائية أو سرعة قبل التصادم، هنا للجسم الأول وهنا للجسم الثاني. VF هي عبارة عن سرعة نهائية أو سرعة بعد التصادم، تصدر لنا هنا V1F والV2F. هنالك حالات خاصة من هذا القانون،
إذا تحرك الجسمان بعد التصادم كجسم واحد، أو بعبارة أخرى يلتصق الجسمان بعد التصادم ويتحركان كجسم واحد. في هذه الحالة قبل التصادم جسمين، الجسم الأول M1 V1 كتلة الأول ضرب السرعة، الجسم الثاني M2 V2. بعد التصادم صاروا جسم واحد، كتلته الجديدة حتصير M1 زائد M2 مضروبة في السرعة، نسميها VF اللي هو سرعة الجسم بعد التصادم. إذن هنا سرعة الجسمين بعد التصادم ملتصقات مع بعضهم البعض، ونعتبر هذه السرعة سرعة واحدة، وهذه الكتلة أكيد حتصير كتلة واحدة هي M1 زائد M2. الحالة الثانية في حالة الارتداد. في حالة الارتداد هنالك ملاحظة يجب أن نوضحها لدى الطلاب، أن في حالة الارتداد إذا أخذنا السرعة الأولى الـ VI نحو الاتجاه الموجب، فإن الـ VF تكون نحو الاتجاه السالب. ليه؟ لأن هنالك ارتداد حدث، وبالتالي هنالك اختلاف بين اتجاه السرعة الأولى والسرعة الثانية. أو العكس، إذا أخذت القيمة أو أخذنا الاتجاه لـ F للـ VI سالب، للـ VF يكون موجب، وبالتالي يمكن أن نكتب الدفع في حالة الاصطدام والارتداد يساوي M V النهائية زائدا V الابتدائية، أو M في سالب VF سالب VI، لأن الاثنين هنا العلامة كانت سالب، سالب مع سالب صارت موجب. ننتقل إلى بعض التدريبات على الزخم وحفظه. التدريب الأول سؤال مباشر: أي العبارات التالية تعبر عن العلاقة بين الدفع وكمية الحركة؟ واضح أنه ممكن تكون هذه المعادلة. هذه المعادلة شبيهة، إذا كان علامة السالب ما موجودة يمكن أن يكون هذه معادلة الارتداد، لكن هذه علامة السالب. فالإجابة الصحيحة أنه الدفع يساوي التغير في كمية الحركة. السؤال الثاني: أي من الوحدات التالية تمثل وحدة قياس الدفع؟ الدفع عبارة عن القوة في الزمن، الآي تساوي اف دلتا تي، القوة تقاس بالنيوتن والزمن يقاس بالثانية، إذن نيوتن ضرب ثانية، هذه وحدة قياس الدفع. السؤال ثلاثة: دراجة بخارية كتلتها 110 كيلو جرام تتحرك بسرعة 30 متر على الثانية، احسب كمية الحركة للدراجة. كمية الحركة بتساوي الكتلة معلومة لدينا 110 ضرب السرعة، كتلة ضرب السرعة. إذا ضربنا 110 ضرب 30 تطلع معانا الإجابة ب 3300، الوحدة كيلو جرام متر لكل ثانية زي ما واضح في العبارات السابقة.